اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا ويشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا طبق لطيف بعتقد ان هو فيه كل العناصر الغذائيه، طماطم محشيه باللحمه وعليها جبنه شرايح بتاعه البرجر. يعني عندنا بروتين حيواني وكمان الجبنه لطيفه جميله الاولاد بيحبوها، فالطبق ده قيمته الغذائيه عاليه جدا والطماطم الفوائد بتاعتها كتيره قوي. لما نيجي نعملها محشيه غير لما نعملها سلطه، وصنف محشي يغنيك عن انك انت تعملي محشي ياخد منك وقت كبير، مش لازم اعمل حله كرنب مثلا. معانا طبق صيام النهارده، عشان طبعا احنا مع بعض بنعمل طبق صيامي كل يوم لغايه لما نفطر مع بعض ان شاء الله، ولنا مفاجآت باذن الله تعالى مع راس السنه. هنعمل فاصوليا النهارده صيامي بزيت الزيتون، بس هعملها بطريقه جديده هتعجبكم ان شاء الله. السلطه دي تقدر تسميها طبخه او تسميها سلطه، تتاكل بارده او تتاكل سخنه، هنشوف تفاصيلها ان شاء الله بعد ما نطلع الفاصل بتاعنا. والنهارده المطبخ بسيط وسهل، ولكن مركزين على العناصر الغذائيه اللي موجوده فيه. اذا كانت الفاصوليا مفيده لجهاز القولون وبتساعد على الهضم، اذا كانت الطماطم بمكوناتها قيمه غذائيه عاليه جدا للصغير قبل الكبير. هستاذن حضراتكم اطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل تفاصيل ومعلومه غير معلومه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن بتاخدنا لمعنى كبير. يعني ممكن المطبخ بتاعك مش مكلف ولكن فيه فكره طهويه. النهارده معانا لحمه مفرومه ومعانا طماطم، وانا كاتب في المقادير طماطم جامده، يعني طماطم تتحمل الحشو، ما اجيبش الطماطم الطريه وانا بحشيها. هنشوف المقادير. طماطم كراتان باللحمه المفرومه والجبنه، مقاديرها على الشاشه. معانا طماطم الحجم بتاعها واحد، يعني وانت بتشتريها انت حاطه في اعتقادك انك هتحشيها وتكون جامده، الجلده بتاعتها والبطنيه بتاعتها جامده. ومعانا لحمه مفرومه ومعانا جبنه شرايح ومعانا بصل وتوم. البهارات بتاعتنا شويه زعتر، شويه روزماري، ملح وفلفل. مقادير بسيطه سهله. ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا، لما تيجي تخش المطبخ تعملي اكله بتفاصيلها وتكون المقادير بتاعتها في متناول الجميع، لازم تحط في الاعتبار يكون في فكر طهوي شويه. نعملها ازاي؟ اول حاجه هعصج اللحمه المفرومه بتاعتي. المقادير على الشاشه شفناها مع بعض، حلو قوي زي الفل. عينيا نحط بصلايه كده حلوه على النار عشان زيت الزيتون. الله. وهستنى على البصله دي لما تديني ايه طعمها وجمالها كده حلو. وناخد مع بعض الطماطم الحلوه دي كده، والطماطم الحمراء ما تمشيش مع البلانشه الحمراء، يا مسهل الحلقه. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي افرغ الطماطم عشان احشيها. دي خطوه مهمه جدا على فكره. باخد طماطميه زي دي كده مثلا اهي، تشتريها من عند الراجل بتاع الخضار، وتجيب سكينه صغيره، وفي سكاكين طبعا بتبقى جاهزه انك انت تعملي بيها اشكال حلوه. يعني مثلا السكينه الصغيره زي دي كده بتكون موجوده عندك في المطبخ، بتقطعي تفاح. الحاجات دي مهمه جدا يعني للساده المشاهدين. ممكن التكلفه الماليه بتاعتها قليله، ولكن وجودها في المطبخ مهم جدا. بتديكي فرصه وبتساعدك انك تعملي افكار بسيطه وسهله في مطبخك وتشجعك. اول حاجه بشيل الزهره بتاعت الطماطميه دي كده بالراحه خالص، بدون ما اخد من اللحم الطماطميه او ايه وزنها اهو كده. انا خلصت من ديت اهي، جيبوا لي دي كده يا شباب بعد اذنكم اهي. تمام، بخلص منها حلو قوي. باجي بسكينه مشرشره كده واجي قاطع الطماطميه كده، واخلي ده على جنب، ده الكفر بتاعها. حلو الكلام. اخلي دي في طبق كده جانبي مش عايزها واخد التفريغه بتاعه الطماطم كده بسكينه صغيره اهو، كده واجي بظهر السكينه اجي عامل الحركه دي كده ابص اهو. طبعا ده ما ينفعش يترمي، ده يتعمل شوربه، يتعمل صلصه بيتزا، يتعمل صواني بالشكل ده كده. بص على الحلاوه جاهزه. هنعمل واحده ثانيه مع بعض، بس نشوف اخبار البصله بتاعتنا اخبارها ايه. الله، لون البصله بيفتح النفس. بصلايه حلوه. بحط مكعب زبده لطيف عشان يديلي تحميره حلوه البصله بالشكل ده كده. مع الزبده بحط فص ثوم محترم كده. انا بعمل الحشوه بتاعت الايه الطماطم بتاعتي. بصلايه مع الزبده. بعد البصله ما خدت اللون الجميل بنزل بالبهارات الحلوه، واحنا شغالين مع بعض ازاي نجهز الطماطم للحشو. وده اسهل بكتير ما تجيبي حله كرنب وتجيبي الكرنبايه بقى وتقعدي تحشي طول النهار، وفي الاخر ممكن تتعبي على المحشي ده ويطلع سبايسي شويه من الراجل مش عايز ياكل محشي كرنب. فالطماطم سهله وبسيطه، شويه فلفل صغيرين زي الفل، انزل باللحمه المفرومه بتاعتي اهي، بصلايه هنا جاهزه، بص على البصلايه دي كده، شفت الحلاوه دي كده اهي. انزل باللحمه المفرومه، كندوز، ضاني، جملي، اي لحمه مفرومه عندك مفيش مشكله. بديل للحمه المفرومه تستخدمي فراخ مفرومه برضه مفيش مشكله. ده روزماري ما هشيله ليه، ما هخليه في قلب اللحمه يا شفيق. بقول ايه اللي نازل مع اللحمه دي؟ ده عود روزماري احنا عاملينه جرنش للطبق. احنا بنزين الطبق او نجرنش الطبق قبل الشغل وبعد الشغل. حلو؟ اه. ونبدا ان احنا نحمر اللحمه دي يا عم الشيف تعصيجه حلو. يا شيف مغازي، نعم يا ست الكل. اللحمه بتكلكع مني وانا بعصجها. يا شيف مغازي، نعم يا ست الكل. اللحمه ما بتبقاش كده مفروله زي ما بتشوفها في بعض المطاعم. انا هقول لك على سر دلوقتي يخلي اللحمه دي مفلفله معاكي. شايفين اللحمه؟ احنا بنعمل سوشيال ميديا، معلومه غير معلومه في نهايه الحلقه بتاعتنا، وايه التركايه وايه مفاتيح سر نجاح الاكله. كل اكله بتعمليها في المطبخ بيبقى لها مفاتيح لان هي تطلع معاكي حلوه ولطيفه. والمفاتيح السعاده الزوجيه في جيبك، مش هتدوري عليها، هو مطبخك. مش هتروح عند الراجل بتاع المفاتيح تقول له اديني مفتاح باب المغاره خالص. كل المفاتيح في جيبك انت، مش هتدوري عليه. بل هي تعملي اكله حلوه لجوزك، طبق حلو، حاجه جديده، هيبدا النقاش ياخد ويدي على السفره بتاعتنا. عملتيها ازاي؟ ده طعم اللحمه مختلف النهارده. قلت له والله اتعلمت من الشيف المغازي يحمر البصلايه ازاي قبل ما ينزل باللحمه، لان في مشكله بتواجهنا ان احنا بنشم ريحه البصله في المفروم، سواء بنعمله محشي سواء بنعمله حواوشي. انا ضد الموضوع ده خالص، لازم احمر البصلايه كويس. باخد شويه شوربه من اللي عندي دي كده معايا كل يوم، الصديقه حله الخير بسميها، فيها جزر، فيها كرفس، فيها بصل، فيها توم، فيها ورق لورا، وفيها حبهان، كل ده. باخد مغرفه دي او ده زي الفل، واشيل دي من هنا تاني واسيب الميه تغلي معاها كده زي الفل. ونرجع لحديثنا مع الطماطم. كده اللحمه بتستوي عندي، اتفرجي عليها بعد شويه. هتلاقي حبه قد السمسمه. نغطيها مع بعض كده بسرعه. هتغطيها ليه يا شيف؟ علشان البخار اللي هيطلع نتيجه وجود الماء الساخن هيفرول اللحمه معايا ويتبخر اللحمه ويسيح الدهون من بعضيها واللحمه تفك معايا. اغطيها كده. حلو الكلام. نرجع لموضوع اللحمه، الموضوع الطماطم. نيجي تاني كده ناخد طماطمايه اهي، نشيل البذره دي كده براحه خالص بسكينه من غير ما تعوري ايدك اهو، سكينه صغيره اهو. شفت طلعت معايا ازاي؟ اهو اهي. دي مش عايزها خالص اهي، ما ينفعش تستوي زي الفل. اخلص منها كده واخليها. هاجي هنا كده بسكينه اهو، بصي اهو، على البلانشه في ايدك زي ما انت عايزه. وخدت الكفر ده كده بالشكل ده كده، اخلصه للاخر من غير ما تعوري ايدك اهو. حلو. ونيجي للقلب بتاعها كده بسكينه اهو، بص ازاي اهو. سكينه يعني سعرها في متناول الجميع، مش غاليه بس لطيفه جوه ازاي بتنفعك اهو. شلت دي كده اهي، دي قاسيه شويه. بعد ما بنزلها كده بقلب السكينه بظهرها اهو. عندك مقوره بتاعت كوسه تنفع، بس دي السكينه دي هتديكي شكل حلو اهو. حلو اهو. الطماطمايه جاهزه. باجي هنا في ارضيه الطماطمايه بعمل لها جلسه كده بايدي اهو. حلو زي الفل. اصبحت هي كده، ونفس القصه هنا اهو. عرفنا ازاي نجهز الطماطم للحشو اهو. تحشيها بقى لحمه مفرومه اهلا وسهلا، تحشيها تونه اهلا وسهلا، تحشيها فراخ مفرومه اهلا وسهلا، تحشيها جمبري اهلا وسهلا، زي ما انت حابه. ادي اللحمه المفرومه على النار، بص عليها كده مخرجنا الجميل، شوف الدلع اهي. شيف مغازي اللحمه بتكلكع مني ليه اهو؟ مغرفه الميه اللي انا حطيتها ولا شويه الميه السخنين اللي انا حطيتهم اهو، فرولوا لي اللحمه. اصبحت اللحمه هنا جاهزه. حلو قوي. هناخد اللحمه، الله ريحتها لطيفه جدا على فكره. تعرفي اللحمه الحلوه من الريحه بتاعتها وانت حاطه عليها بهارات قليله. خلي بالك اللحمه لما تكون طازه ما تكتريش بهارات كتير وبعدين ما تحطيش بهارات تسرق الطعم يعني. الله. جاهز اللحمه كده زي الفل. ما حطيتش ملح، انت مركز معايا قوي بقى. بيقول لي ما حطيتش ملح المخرج. شويه الملح الحلوين دول كده زي الفل. قلبنا خلاص. نبدا ان احنا ايه نحشي اللحمه بتاعتنا. حلو قوي. وبعدين تخليها جوسي كده، فيها طعم كده، ما تنشفهاش. ما تنشفهاش علينا يا عم الحاج. تبقى طريه كده ولطيفه. والله ممكن تحط شويه مكسرات معاها، اهلا وسهلا. شويه لوز اهلا وسهلا، شويه فول سوداني اهلا وسهلا، حسب الرغبه. تعالي يا فاصوليا، الفاصوليا خليك هنا. وعند الصينيه بتاعتها الحشو، الكسرولة دي كده، ونبدا. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، املاها جامد بقى. حط شويه شوربه منها كده. زي الفل. كمان واحده عينيه. ازود اللحمه. حاضر يا فندم. واحطها هنا. طبعا انا عامل لها اساس في الارضيه. واحط الكفر بتاعها عليها، نفس القصه. امال الجبنه هتحطها امتى يا عم الشيف؟ الجبنه بعد الطماطم دي ما تستوي. حط كده بمعلقه، واخد شويه صوص كده منها. واحشيها توم الطماطم، تبقى طعم اللحمه. طماطم محشيه باللحمه المفرومه، كراتان، المسمى العلمي، المسمى الطهوي في بعض المطاعم. طماطم كراتان باللحمه، طماطم كراتان بالدجاج، طماطم كراتان بالجمبري. ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وتسيبوني انا اعيش مع الطماطم وشكلها الحلو ده كده. هاخد بعض واطلع فاصل صغير، ولكن ما ننساش حاجه مهمه جدا. مطبخك، البساطه والسهوله والمرونه، بتشوفيه دايما على شاشه القناه الاولى. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وما زال العمل مستمر وقائم على حشو الطماطم بفكر بسيط وسهل يريحتك في انك تقعدي تضيعي اليوم كله والنهار كله على حله كرنب. لا بس لازم حله الكرنب في الشتاء، ما تستغناش عنها، الكرنب المصري الجميل الحلو ده. ولكن طماطم محشيه الاطفال هيحبوها، الكبار هيحبوها، سريعه الهضم، سريعه المضغ، قيمتها الغذائيه عاليه جدا بالمحتوى بتاعها، اذا كان لحم ضاني او كندوز. حلو قوي. اعتقد ان كلها محشيه. نبص عليها كده. مش ناسي واحده ولا حاجه يا شيف؟ زي دي عايزه شويه. طب اللحمه المفرومه الباقيه دي هتروح فين يا شيف؟ شويه مكرونه سباكيتي عندك بقى، صوص بولونيز بالطماطم اللي انت مطلعاها من قلب الطماطم. مش احنا مطلعين قلب الطماطم موجود معانا؟ الحمد لله ما خدوهوش. الطماطم اللي موجوده دي تضرب في الخلاط بقى عصير طماطم بوريه مع اللحمه المفرومه. انا بس بقول محطات كده علشان لما تبقي واقفه في المطبخ تبقي فكرك واسع، تبقى الصوره مفتوحه، تشكليها زي ما انت عايزه. اخواننا بتوع الجرافيك، حلو. الطماطم دي تتضرب في الخلاط بوريه، تنزل على اللحمه المفرومه بقى صوص بولونيز. رحنا على ايطاليا من غير تذكره ولا تاشيره، شويه سباكيتي مسلوقين بقى، مكرونه بالبولونيز صوص، شويه جبنه مبروشين عليها برمجان. انت كده رحت على ايطاليا. حلو الكلام. هنخلي اللحمه المفرومه على جنب كده، الطماطم جاهزه. نقفلها كده بالراحه، كل غطا بطماطميته. حلو الكلام. الصغير مع الصغير والكبير مع الكبير. هنعمل ايه؟ التركايه بتاعت المغازي، طاسه على النار. حلو قوي. بحط في الطاسه دي قليل من زيت الزيتون مع مكعب من الزبده، طشه كده لطيفه هتعجبك قوي. عشان الطماطم دي تشرب منها. قليل من زيت الزيتون مع مكعب من الزبده. معانا قليل من الشبت، دايما في علاقه قرابه وحب بين الشبت والطماطم حتى في السلطه. حلو. فص توم محترم، فين التوم؟ حلو. فص توم حلو يا دلعك. شفت بقى التومه دي اهي، التومه دي مع الزبده مع زيت الزيتون بتتدلع. سنه شبت صغيره قليل قوي. حلو الكلام. كزبره خضراء اهي يا ولي. هو ده. ونقلب دول كده مع بعض. لسه ما خلصتش، الحلو جاي. كزبره خضراء، شبته، تومه، زيت زيتون، مكعب من الزبده، بيتدلعوا على النار. نعمل ايه يا عم الشيف؟ شويه البهارات الحلوين، ملح وفلفل. ملح وفلفل، هو ده. ونقلب كده. معانا قليل من الماء، مش ميه دي، ده بوكيه جرنيه عندي اهوت بيغلي على النار من البدايه. شفت بقى التركايه؟ بحط هنا ده كده يا ويلي يا ويلي لما شيف المغازي يشتغل بمزاج. بس خلاص هناخد الخليط ده كده، ظبطنا الملح والفلفل وياخد غلوه على النار. اشم ريحه الكزبره مع الشبت. محشي لازم الشبت والكزبره، ناخده زي ما هو كده. يلا مع بعض، يلا مع بعض الطشه الحلوه دي كده. يا ويلي اتدلع. يا كيتهم. ايه الحلاوه دي؟ كزبره، شبت، زبده، زيت زيتون. ده الجديد بقى، دي التركايه. الطماطم خدتنا في مكان تاني خالص. درجه حراره الفرن عندي 180. حلو الكلام. افتح يا سمسم. يلا فريق العمل فرسان التلفزيون المصري، هناخد الكسرالة الحلوه دي اللي فيها الخبره الطهويه والابداع الطهوي. بساطه، سهوله، مرونه في قلب الفرن. اللهم صل على النبي. كنز هنا، كنز. انظر نظره الوداع. ايه الحلاوه دي؟ سابقني بالصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. نقفل الفرن، يلا بينا. تعالوا نعمل مع بعض طبق صيامي. احنا مع بدايه الصيام مع اخواننا المسيحيين في وطن واحد وارض واحده، نستمتع بالحريه الوطنيه، نستمتع بكل الفكر الطهوي كمان حتى في المطبخ. احنا مع بعض صايمين بنعمل كل يوم طبق صيامي. هعمل النهارده فاصوليا خضراء ولكن بابداع طهوي جامد جدا، انا بعشقها. فاصوليا شجعتني وانا بشتريها ان انا ابدع فيها اهي من خير ارضنا، اما معناها ومعانا بالشكل ده كده. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. مقادير بسيطه وسهله ولكن فكر طهوي. معايا طاسه شديده الحراره على النار حبيبتي دي. حلو الكلام. وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه، اكتبيها ورايا او سجليها. فاصوليا خضراء، بصل شرايح، وفلفل الوان، وتوم وملح، حلوه، ونعناع اخضر، ومعانا بشره كمون حلوه بتتحط في الاخر بعد السلطه ما تطلع من النار مع زيت الزيتون. ولكن نروق البوتاجاز بتاعنا قبل كل حاجه عشان وارد ان جارتك تخبط عليكي. معانا مين؟ مروه. يا مروه، رانيا. يا رانيا ازيك؟ الو. يلا يا رانيا فرصه تانيه. تعالوا كده نقفل النار دي كده عشان فاتوره الكهرباء ما تجيش عاليه. ما تسيبيش البوتاجاز مولع بكهرباء على الفاضي، ما تسيبيش الغاز مولع على الفاضي. عايزاه شغليه بالراحه. حلو. ونسيبي عين واحده بس احنا شغالين عليها. حلو قوي. ده مهم جدا يعني الاقتصاد ده، وانك انت توفري بايدك على فكره. يعني ما نقولش بقى الحاجه غاليه والمصاريف. لا في مطبخك انت حره، انت مملكتك دي زي ما انت عايزه. تعالوا نشتغل مع الفاصوليا دي كده. معانا بصله حلوه زي دي كده، طلع على البصله ولونها، وسكينه حاميه، ونقطع البصله دي شرايح. اللهم صل على النبي. هقول بقى حاجه كده وانا بقطع البصل، بما لقيت بصله حلوه معايا باجي اعمل بصله للكشري، بصله متقطعه جوليان، عايزها مقرمشه، عايزها بشخصيتها. في طريقه لتقطيع البصل. هناخد الكاميرا الحلوه وفرسان التلفزيون المصري ونشوف المسام وتفاصيل البصله يعني بقدره الله سبحانه وتعالى. من عند الجذع بتاعها بتلاقيها ماشيه كده، بص عليها كده اهي اهي اهي. شوف دي كده. بص اهي التفاصيل دي كده. شفت ماشيه كده. هعمل ايه انا بقى؟ الطريقه اللي انا هقطع بقى كده البصليه مش هتعيش معايا، هتتقطع مني وتبقى بوريه. بالطريقه دي البصليه تعيش معايا، يبقى هنا مش هتعيش، هنا تعيش. ازاي؟ هنمسكها كده بالشكل ده كده. وسكينه مع بعضك لا ونقطعها كده. اللهم صل على النبي. ايه المصطلح اللغوي لتقطيع البصل؟ البعض يقول لك عليها جوليان، شرايح، سلايز. سلايز لما تكون البصله كامله، جوليان لما تقطع البصله وتعملها بالشكل ده كده. نفس القصه تخش الثانيه كده. وقطع البصله. انا ببص لاخويا شفيق. اهم حاجه تتحكمي في السكينه بتاعتك بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. ناخد البصله دي عارفين يا عم الشيف على طاسه شديده الحراره مع زيت زيتون، احنا بنعملها صيامي. حلو الكلام. امسكها الاول افركها بايدي كده. انسى دي تتقطع، انسى. انا ماشي مع اتجاه الايه المسام بتاعتها. لو قطعناها العكس زي ما شفنا الاول هتتكسر منك. شفت البصلايه؟ تعمليها لطبق كشري، تعمليها لسلطه حلو زي هعملها دلوقتي. احنا مع بعض. زيت زيتون على النار. اللهم صل على النبي. حلو قوي. كثافه زيت الزيتون مش مشكله. حلو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا عود روزماري وعود زعتر. اخد الفليفر بتاعهم هو ده. عايز شفت الزعتر مع الروزماري اداني طعم ازاي؟ انزل بالبصلايه الحلوه، الله على ريحه المطبخ، الله الله يا بختكم الاساتذه المصورين. وانزل بالبصلايه دي كده. بنجيب المكرونه البنه نسلقها نص سوا، وناخد من الشوربه بتاعه سلق المكرونه، نعمل الوايت صوص بتاعنا، معلقتين دقيق، شويه حليب، كريمه لباني. عملنا الوايت صوص يا ست الكل. بيكون الوايت صوص بتاعي خفيف، لان المكرونه لازم تغلي مع الوايت صوص شويه. عايزينها بالمشروم بنقطع مشروم، عايزينها بالفراخ بنقطع في قلبها فراخ نحمرها مع بصله وتومه. المكرونه بالوايت صوص يا اما بالفراخ يا اما بالمشروم يا اما بالجمبري. حلو قوي. نقلب كده. البصلايه خدت لون، خدت طعم الروزماري، خدت طعم الزعتر، وانا شغال كده. معانا في المقادير فلفل الوان، اللهم صل على النبي، الاحمر والاصفر والاخضر، نقطعه ازاي مع بعض واحنا شغالين. لا ما تقلقش، طماطم في الفرن انا مأمن عليها. ادي الفلفل الالوان بتاعنا، وادي الاخضر بتاعنا، وادي الاصفر هنا كده، ونيجي هنا بالراحه خالص. نحط دول فوق بعض. يعني انت عايزه تعملي زي كده مفيش مشكله، بس يعني انتوا عارفين الشيف دايما يعني بيبقى عنده ايه، افتكاسه طهويه كده. وعايز اقطع دول شرايح، ما تفرمش في الكبه، ما انصحكيش. واحط دول كلهم تحت السكينه كده، ومسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه. اللهم صل على النبي. التقطيعه دي مهمه، في ثواني قطعت ايه الكميه اللي انت عايزها. وتقطيعه تبقى واحد، ما الاقيش بقى ايه حته كبيره وحته صغيره اجيب بقي جنب بقي عشان اكلها، لا خالص، في اطفال هيقعدوا، في ناس ما بتحبش الفلفل متقطع كبير. بالشكل ده كده. زي الفل. هناخد الفلفل ده يا عم الشيف ينزل على البصلايه الحلوه بتاعتنا زي ما هو كده. اللهم صل على النبي. ايه رايك في التقطيعه دي يا ابو خرجنا؟ زي ما هو كده. هو ده، انا عارف انك انت بتعشق الالوان دي. سلطه الفاصوليا بالفلفل صيامي، مدرسه طهويه مختلفه وطعم تاني. كل الخضار ده مع بعض هنحط عليه شويه زيت زيتون ونغطيه. واحنا مع بعض. نغطيها هسه، نغطيها شويه. حلو قوي. الغطا الكبير ده كده، ونبص على الطماطم بتاعتنا، اغطيها ولا ما اغطيهاش؟ غطيها. حلو قوي. ونروق المطبخ بتاعنا كده عشان ما يبقاش عندنا تقطيع تاني. انا بوريك المطبخ لما تخشي بحب بمزاج، انت من جواكي عايزه تعملي حاجه حلوه، المطبخ يبقى بسيط وسهل، واهم حاجه النظافه، ايدك في النظافه اول باول. كاننا ما عملناش حاجه. تعالوا نشوف الطماطم المحشيه بتاعتنا اللي هتكون على السفره بتاعتنا، هي محور الحديث، ازاي اللحمه استوت، ازاي الطماطم ما فتحتش، ازاي نسيح الجبنه، كل ده مع بعض، ولكن النظافه مهمه جدا. بص على الحلاوه، ايه رايك تبص على الحلاوه؟ شوف شكل الطماطم وهي بتتشوي معانا في الفرن. حلو قوي. احنا هنحشيها جبنه او موزاريلا او جبنه شيدر حسب الرغبه. عينيا اهي اهي، يلا شوفها على ما اغير الجلافز بتاعي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الطشه اللي انا عاملها مع الطماطم مخليها شقاوه في قلب الفرن. طشه، طاسه على النار، حطيت فيها زبده، زيت زيتون، حطيت فص ثوم محترم، حطيت شويه كزبره وشويه شبت، وبقت معايا بالشكل الجميل ده كده، وبعدين حطيتها على الطماطم. حلو قوي. نعم، ممكن يعني زي ما انت عايزه، بس عايزه تحط طشه، انت حره حسب الرغبه، ده اختياري. يعني انت عايزه تعملي طشه للطماطم اهلا وسهلا، مش عايزه تعمليها برغبتك. خلينا نقفل الفرن بتاعنا ده كده زي الفل، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل للتركايه الاخيره لحشو الطماطم جبنه حسب الرغبه، ومعانا سلطه الفاصوليا الخضراء بخبره طهويه عاليه جدا. وعايز اقول المطبخ لما بيكون بساطه وسهوله ومرونه بيبقى بسيط وسهل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. معانا الحله على النار، فيها الفلفل الالوان مع البصله. افتح، تدفع كام؟ بص على الحلاوه دي، بص على الحلاوه دي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شوف الفلفل بالوانه وتفاصيله، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ يلا قلب. التقليبه دي مهمه. انا مش مطلوب ان انا احمر بصله، المطلوب ان انا اشوحها على النار، لان دي بعد كده هتبرد زي الفل. تمام، الله ينور. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ، ايه الجمال ده؟ لسه ما حطيتش اي بهارات. البهارات بتاعتنا هنا لطيفه، شويه ملح، شويه فلفل، بس وخلاص، شويه كمون كده بعد ما تطلع، والكمون اختياري. ناخد الفاصوليا الخضراء بتاعتنا نسقطها هنا كده. شفت الخضار بتاعها وجمالها، دي بتاكل نيه، عامله زي الفول الاخضر. انا شفت بشايل الفول الاخضر امبارح والله، كانت مع راجل طيب كده. اديها دلوقتي شقشاق ميه، ولازم يكون سخن من فضلك. شقشاق الميه اللي ينزل على الفاصوليا دي سخن، ممكن من البوكيه جرنيه بتاعنا اللي معانا من اول الحلقه، الصديق حله. والنار شغاله تحت منها. وخلصت السلطه بتاعتي، تبرد بعد كده نغرفها. عايز ناكلها سخنه اهلا وسهلا، زي ما هي كده يا ست الكل. شقشاق ميه، شقشاق ميه. عندك ميه بتغلي في البراد اهلا وسهلا. شوفي خضارها ودلعها دلوقتي، الله. واسيبها على النار. اغطيها ولا ما اغطاش؟ اغطيها بعد ايه؟ شويه ملح صغيرين كده، زي الفل. واسيبها شويه ونشوف اخبار الجبنه. الله، يلا مع نفسك شويه كده. تعالوا نطلع الطماطم بتاعتنا من الفرن. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنه يا شيف، خلي بالك، عايزينك يا عم الشيف. اوبا، ايه الحلاوه دي؟ لا 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 لا. شفت الحلاوه؟ شفت قرمشه القمع بتاع الطماطم، الكفر بتاعها؟ عايزينها بالجبنه مع بعض. باخد الكفرين دول كده، باخد جبنه احطها كده. عايزه جبنه موزاريلا اهلا وسهلا. شفت الجو ده كده؟ دي جبنه شرايح، انا عاملها علشان الاولاد بيحبوا الجبنه بتاعت البرجر. تاني، طبعا هي الجبنه نازله على الطماطم وهي سخنه، فوارد ان هي تسيح معاكي. ندخلها الفرن شويه، لو معانا تايم مفيش مشكله. واغطي. طبق جديد، الاولاد كان نفسهم في البرجر، جايبه كيس جبنه في التلاجة، وفي باب التلاجة لو فتحتيه دلوقتي هتلاقيه بقاله شهر. طلعيه، مش هكلفك وتعملي برجر. عملتيه مع الطماطم دي بالشكل ده كده. اللي انا بقوله ده في كل بيت مصري، في كل بيت عربي. بنجيب الحاجه نفسنا فيها واحنا بنتسوق، بنجيبها نركنها في التلاجة، في باب التلاجة، في باب الفريزر، تقعد معانا، وفي الاخر مصيرها فين مش عارف. ده اللي بيحصل للامانه، مش تبذير، نسيان. الحاجه بتبقى في عينينا حلوه واحنا بنتسوق، ده بيحصل في كل. انا شخصيا كده بيبقى نفسي مثلا في الكريمه اللباني، واجيبها واخدها، اقول انا عامل ريجيم، كل ما ابص لها انا عامل ريجيم. تنتهي تاريخ صلاحيتها وهي في قلب الثلاجه. ده بيحصل في اي بيت عادي يعني، مش بس. ولكن التبذير ده بعتبره تبذير يعني. طب الكريمه اللباني ممكن استخدمها استخدامات ثانيه، مثلا مع شوربه بطاطس بالكريمه، شويه بسله، الشوربه اللطيفه، شويه مكرونه بالوايت صوص زي اللي كانت بتسال عليها اختنا، الحاجات دي كده. سبحان الله، والله يا شيف مغازي انت مرزق. الجبنه على قد الطماطم، وانا ماسك قلبي بايدي بنسال، اقول يا ربي واحده تطلع من غير حشو، يقولوا ايه ده؟ والنبي مخرجنا الجميل الله يرضى عليك وتمسك باب النبي عليه الصلاه والسلام، جيب الطماطم على قد الجبنه، لا عديت الطماطم ولا عديت الجبنه، هي ارزاق. درجه حراره الفرن 180. يلا صلي على الحبيب. هندخلها الفرن تاني. والله لو بعد الطماطم واعد الجبنه ما هتظبط كده. ناخدها زي ما هي كده، زي ما هي. على الشبكه. حاضر، على الشبكه. شوف الحلاوه، شوف الدلع، دي عايزه تتدلع. طماطم محشيه، ايه ده؟ جبنه ولحمه مفرومه وطماطم وخبره طهويه، خبره السنين. نخليها في الفرن. نرجع للفاصوليا بتاعتنا، الاخبار ايه؟ يا حلاوه، جاهزه. نقلبها بالراحه خالص بشوكتين كده. تغلي. شفت الفاصوليا طبخة. نعم حاضر. عينيا انا عارف انت ابداع، فرصتك يا شفيق، تحب الحاجات والالوان. طب تسيبني اقلب الفاصوليا وعايزك تجيب الطماطم اللي انا فرحان بيها في الفرن. حبيبي دي طبعا لازم الفاصوليا تشرب من ميه البصل وميه الفلفل. شايفه السلطه دي لازم تبرد، عايز تاكلها بصراحه تبرد، تاكلها سخنه اهلا وسهلا مفيش مشكله زي ما انت عايز. دي صيامي وصحي 100%. بص دي بقى هيلسي هيلسي يعني، خدي تحتها خط من هنا لسور الصين. مكوناتها زيت زيتون، تنفع لكل المرضى، مريض السكر، مريض الضغط، مفيش حاجه خالص. ده انا هعمل حاجه فيها دلوقتي تركايه بس سايبها للاخر بقى، المفاجاه بصراحه تركايه هتفاجئ الجميع. طبعا كله قاعد دلوقتي منتظر، شفت ازاي؟ تركايه صغيره هتفاجئ الجميع. ايه هي؟ هنعرفها مع بعض دلوقتي. اسيبها على النار تاني واغطيها. حلو الكلام. وتعالوا نفتح الفرن نشوف جمال الفرن ودلع الفرن. حلو قوي. يلا دلعني واطلعها لك بره شويه انا عارف اهي. حلو قوي. اللهم صل على النبي. اوف اوف اوف. عصير ليمون. نعم. اللي بقى تسيح دلوقتي اديها فرصه، اقفل عليها الفرن شويه حبيبي. تمام. بص الجبنه بدات تسيح، ده فرصه لانها في اصطدام بماء الطماطم وسائل الطماطم، خلي بالك. نقفل الفرن. حاضر اخليه حاضر. طيب تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه مع مفاجأتنا للفاصوليا بتاعتنا. تركيا بتقول ايه هنا بقى؟ شوية بقدونس مفروم ناعم، حلو قوي. سنة شبت صغيرة. حلو. بقدونس وشبت. بنزل عليهم. أنا عايز أعمل التركاية. خلي بالك دي يعني ايه؟ هتخلي الفاصوليا دي تتكلم مصري. بص معانا بقدونس وشبت، عصير ليمون يا ويلي. دي المفاجأة بقى، فص توم ني، هي دي بقى الايه؟ القنبلة زي ما بيقولوا، فص توم ني. كوليسترول، ضغط الدم. توم الني بيعمل ايه دوره؟ بيسيح الدهون في أدق الشرايين، يساعد على سريان الدم في ادق الشرايين الرفيعه. هو والجنزبيل، هو والبصل. شفت التركايه دي؟ شويه الكمون. الفاصوليا هتطلع من النار تنزل على الايه؟ على الخلطه اللطيفه دي. حلو قوي. ننزل بالفاصوليا عشان وقتنا قرب يخلص والوقت سرقنا. ايه الحلاوه دي؟ زي ما هي كده. يلا دلعني بقى، دلعني بقى، دلعني بقى وشوف الحلاوه، دلعني بقى وشوف الحلاوه. شوف الاصطدام ده كده، الاصطدام الطهوي ده كده، كزبره خضراء يا ويلي. مع شبت مع عصير ليمون. عينيا اهي، بلاشها خالص يا فندم اهي، شيلها من هنا. السلطه بتاعتي جميله اهي. نقلبها كده بسرعه. تقدم بارده ولا سخنه يا شيف؟ اختياري. الف هنا وشفا للي ياكل منها. صيامي 100%، هيلسي 100%، مريض السكر ياكل منها، مريض الضغط ياكل منها، جهاز الهضم عنده مشاكل ياكل منها، تساعد على الهضم. نعم. مشاكل الامساك ياكل منها. مقبلات. عينيا. انا سايب الفرن مفتوح والمخرج عايزها تسيح. طب تسيح ازاي؟ قول لي انت عايز صوره حلوه اهي. خلينا نطلع الطماطم بتاعتنا زي الفل. مخرجنا اهي، الطماطم دي مكانها يا فندم اهو. انا خلصت هجري دلوقتي. نطلع الطماطم بتاعتنا. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. مطبخنا النهارده في بساطه، في بساطه، في سهوله، في سهوله، في قيمه غذائيه عاليه جدا تناسب كل افراد الاسره. الطماطم المحشيه دي الاطفال يحبوها بوجود الجبنه بالشكل ده كده، ويا رب الحمد لله دي ما ساحتش عشان ولادنا يتذكروها وهي موجوده على البرجر مع لحمه مفرومه مع طماطم. طبق شهي جدا فيه العناصر الغذائيه بتناسب كل الاعمار من الصغير للكبير. السلطه دي بقى حكايه، هي الخبره الطهويه، فيها كل الخبره الطهويه من تقطيع الخضار، الفاصوليا الخضراء جميله وخضارها باين، الفلفل باين بتفاصيله وبالوانه، ولكن اللي يهمني ان هي هيلسي 100%. أصبح مطبخنا النهاردة بيناسب كل أفراد الأسرة بالعناصر الغذائية بتاعته اللي موجودة، وكمان الطعم الجديد. يعني نقول مع بعض رؤية وفن وإبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.